حاليا آخر سنة في البورد الحمد لله. أعمل حاليا في مستشفى ألقا هوسبيتال وكاترين هوسبيتال، هي طبعا مستشفيتين تحت مظلة كلينيك شتوتغارت، أكبر منشأة ومنشأة صحية في ولاية بادن فودنبرغ في جنوب ألمانيا. اليوم حنتكلم إن شاء الله عن الريزيدنسي في ألمانيا. في البداية حاب أشكر جروب جوز على الدعوة الكريمة، وزميلتها الدكتورة نوفا بطين على إنه المبادرة الطيبة هذه. صراحة الشيء هذا كنا نفتقده إحنا على أيامنا، بنتخرج من كلية الطب ما في أورينتيشن، ما في جايدنج، ما في أي شيء. ف يو ار لكي توداي إنه عندكم ناس أكتيف زي كذا ما شاء الله تبارك الله بينظموا لكم الحاجات هذه. طبعا اليوم حنتكلم عن، او قبل كده انا اديت محاضرات عن نفس الموضوع. اليوم حنتكلم فقط عن 5 حاجات، الموضوع مره كبير ما حنقدر نلوم كله. اللي عنده اي حاجه اي استفسار ممكن بعد كده يكتبه في الشات او في اخر المحاضره، يعني يكون فقره الاسئله، او ممكن السوشيال ميديا تواصل معي برايفت واجاوب على كل الاسئله. عندنا 5 نقاط او محاور مهمه حنتكلم عنها: البروسيس اوف ابلكيشن applying للريزيدنسي هنا في المانيا، بعد كده عندنا الشالنجز والاوبورتونيتيز، ايش التحديات اللي ممكن تواجهها وايش الفرص اللي ممكن تستغلها هنا في المانيا. النقطه الثالثه اللي هي سبونسر شيب، انك كيف يكون عندك سبونسر. سبونسر يعني جهه ابتعاث، جهه يعني تتكفل بمصاريف البعثه حقتك، اوكي. رابع حاجه اللي هي الامبورتنت بوينتس اباوت جيرماني، يعني اشياء مهمه لازم تعرفها عن المانيا قبل ما تيجي المانيا. واخر شيء حنتكلم عن البيرسونال اكسبيرينس حقتي، اللي هو انطباع الشخصي وتجربتي الشخصيه في المانيا هنا. نبدا بسم الله. اول نقطه اللي هي البروسيس اوف ابلاينج. طب يقول لك وات از ذا بروسيس اوف ابلكيشن. طبعا هنا حتكلم عن 3 نقاط برضو، اللي هي بروسيس اوف ابلكيشن، انه ايش الاشياء اللي لازم اعرفها اساس ابدا عمليه الابلكيشن للريزيدنسي بروجرام. بعد كده عندنا الريكويرمنتس اللي هي الطلبات، ايش الاشياء المهمه اللي يطلبوها. وبعد كده متى أقدم؟ When should I apply؟ أوكي؟ نيجي لأول نقطة، إيش الأشياء اللي تهمني أساس أبدأ إنه مشوار ألمانيا، أساس يعني أحط رجلي في أول الدرج وأمشي على ألمانيا؟ أنا أحتاج حاجتين فقط، الموضوع مرة سيمبل ترى. Medical Training Acceptance اللي هو قبول تدريب طبي في ألمانيا، يكون بروفيسور أو يكون مستشفى معين أو جهة تعليمية معينة قبلتك هنا في ألمانيا، عندك قبول مبدئي من عندهم. هذا الشيء يعني حيكون هو بداية خطوتك لألمانيا، أوكي. وبعد كده عندك الفيزا، إنك تقدم على الفيزا وزي كده. طبعا القبول حق التدريب الطبي تقدر تجيبه عن طريق أربع طرق يعني إلى الآن المعروفة: إما عن طريق الملحقية الثقافية اللي هي كشر الأوفيس، تراسل الملحقية تعطيهم أوراقك والسي في وكل حاجة وتقول لهم أنا انترست في التخصص الفلاني، فهم يساعدوك أن يجيبوا لك قبول. طبعا ممكن يطول شويتين، 3 4 شهور 6 شهور، لكن في النهاية حيعطوك قبول إن شاء الله بإذن الله. أو ممكن تراسل بنفسك دايركت إيميلز تو ذا هوسبيتالز، إنك تخش الإنترنت تدور بنفسك تشوف ايش التخصصات اللي انت تبغاها، ايش البروفيسورات اللي معروفين في المجال هذا، ايش المستشفيات القويه او المراكز او يعني السناتر الممتازه في التخصص هذا، وتبدا تراسلهم. كل شيء على الايميل عندك موجود، كل شيء على الانترنت عفوا موجود واضح قدامك. واللي يقول لي مكتوب بالالماني مكتوب بالمش عارف مين، تقدر تاخذ الصفحه كلها كده كوبي بيست ترميها في جوجل ترانسليتر تترجم لك كل صفحه، تبغى تترجم عربي تكروني اي لغه حيترجم لك على طول، فما عندك اي اكسكيوز وقتها. او الطريقه الثالثه تجيب قبول انك تكون يعني لك معارف هنا في المانيا، ناس من العيله، ناس اقارب لك، ناس تعرفهم اصحابك، هم ممكن وقتها اذا عندهم معارف مش عارف يساعدوك يجيبوا لك قبول. الطريقه الرابعه اللي هي برايفت سيرفيس، عن طريق مكاتب قبول خاصه تعطيهم مبلغ مادي يقوموا يوفروا لك قبول طبي او قبول تدريب في الزمالة الألمانية او ماستر حتى كمان والتخصصات الثانيه الغير الطبيه. طبعا انا ما افضل اخر طريقه، لانه صراحه مو كلهم بس اغلبهم حراميه ونصابين، بيجيب لك ورق مختوم عليه الختم وتوقيع وكل شيء، في النهايه يطلع كله فيك، لما تيجي تقدم رسمي يطلع كله فيك، وتنصدم انك دفعت مبلغ وقدره على يعني ولا شيء. في البدايه كانوا بياخذوا 10,000 12,000، دحين المبلغ وصل ما شاء الله 15 الى 20 او 25,000 حتى كمان. فأنا ما اشوف انه محرز الموضوع، وحتى الملحقيه الثقافيه والسفاره السعوديه حذروا انه احد يتعامل مع المكاتب هذه، والافضل يتعاملوا مع الجهات الرسميه في توفير القبولات والحاجات هذه. بالنسبه للفيزا بعد كده،
طبعا خلاص عندك تريننج اكسبتنس، بعد كده تقدم على الفيزا، يعني على اثر التريننج اكسبتنس او القبول حقك تقدر تصدر فيزا دراسه في المانيا، لانه فيزا السياحيه لا تسمن ولا تغني من جوع. في ناس كثير يقدموا على الفيزا السياحيه شنغن ويجي هنا يفاجئ انه بعد 3 4 اسابيع خلصت الفيزا مو قادر يجددها، لازم يرجع البلد يجدد يطلع فيزا ثاني ويجي ثاني. فالافضل انك تقدم من البدايه على فيزا دراسيه هنا او فيزا عمل في المانيا، تكون امورك في السليم وقتها وما يحتاج تدوش نفسك بامور انت يعني في غنى عنها. طبعا الطلبات حقت الفيزا، كيف اقدم، ايش اقدم، ايش نوع الفيزا اللي اقدمها، هذا يعني موضوع مره كبير ما حقدر الومه دحين. لكن انت خش يعني الموقع حق السفاره او القنصليه الالمانيه في بلدك. طبعا اغلب الحضور المملكه العربيه السعوديه، لكن في شباب كثير بيكلموني من مثلا دول افريقيه، مصر، ليبيا، السودان، في مثلا دول الخليج برضو بيكلموني، امارات، عمان، الكويت، العراق، برضو في ناس من دول الشام بيكلموني. فانت شوف السفاره او القنصليه في بلدك ايش الطلبات اللي حطتها في الموقع، سويها وقدم، سوي موعد وروح لهم. نيجي بعد كده للريكويرمنتس اللي هي الطلبات او المتطلبات حقت الزماله الطبيه الالمانيين. قبل ما تبدا تريننج بروجرام في 3 حاجات مهمه لازم توفيها، اللي هي اول شيء الجنرال جيرمان لانجويج الى مستوى بي 2 او سي 1، طبعا هذا يختلف حسب الولايه. طبعا المانيا فيها 16 ولايه، كل ولايه لها انظمه مختلفه، فانت لازم تعرف قبولك فين في أي مدينة، المدينة هذه تابعة لأي ولاية، بعد كده تخش وتشوف إيش المستوى اللي طالبينه وتبدأ تدرس إلى المستوى هذا اللي طالبينه. بعد ما تخلص اللغة الألمانية العامة في لغة ألمانية طبية الميديكال تيرمينولوجي يسموها بالألماني الفاخش براخة. هذه برضو لها كورسات، لها كتب، لها اختبارات، مش عارفة، فهذا كله حتخلصه هنا في ألمانيا إن شاء الله بإذن الله. بعد ما تخلص اللغه الالمانيه العامه واللغه الالمانيه الطبيه يجيك اخر شيء، اخر ستيب لو عديته انت خلاص بعد كده تقدر تبدا على طول تريننج اللي هو الميديكال لايسنس او الابروباسيون يسموه بالانجليزي، بالالماني عفوا، بالانجليزي الابروبيشن. الميديكال لايسنس هذه او تصريح مزاوله المهنه هنا في المانيا تقدر تتحصل عليه بطريقتين، اما انك تختبر تخش الاختبار حقهم حق الابروبيشن او الابروباسيون. طبعا هو عباره عن انك تعيد كل اللي اخذته كليه الطب بس باللغه الالمانيه، ميديسين، سيرجري، باثولوجي، مايكروبيولوجي، فارماكولوجي، كل الاشياء البيسك حتعيدها ثاني مره. او انك تقدم اوراقك للجهات الرسميه هنا في المانيا، ريجيرو بريزيديوم وات ايفر ايش اسمها هنا في 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 المانيا، لانه كل ولايه لها اسم مختلف. هم بعد كده ياخذوا الاوراق حقتك ويشوفوا الكوريكولم، يشوفوا الكونتنت حقت المناهج اللي اخذتها، هل ماشي على نفس الستاندرد حقت المانيا ولا لا. لو ماشي خلاص يعطوك الميديكال لايسنس تقدر تمارس شو اسمه مزاوله مهنه الطب في مو بس في المانيا، في كل دول الاتحاد الاوروبي، وخلاص تقدر تبدا تريننج وقتها. طبعا هنا حجوا ناس يسالوني يقولوا ليش افضل اختبر ولا اقدم المعادله؟ انا شخصيا اشوف انه الاختبار اسلم واسهل طريق لانك تاخذ هذه، لان انا شخصيا اختبرت، انا ماني شاطر، انا كان مستواي مو متوسط حتى تحت المتوسط في الكليه، من النوع اللي كان ينجح على الحفه وعنده دور ثاني ومش عارف ايه، لكن صراحه لما خشيت الاختبار شفت انه مره فير، ويعني ما كان زي ما كنت متصور انه صعب وزي كده، كانوا اللجنة مرة فريندلي معانا، وصراحة يعني ناس بروفيشنال اللي بتختبرك. فأنت لو دخلت اختبرت أنا أشوف إنه هذا أسيف لك، لأنه أنت بتشد حيلك بتذاكر، بعد كده قد ما تتعب حتلاقي إن شاء الله بإذن الله. أما أنت تقدم أوراقك هذا أنا على قول يعني أهل مكة يقول لك إيش أختك بختك، ما أنك داري أنت وحظك، تقدم وتشوف، يا الموظف رضي عنك ومشى لك هي أو قال لك لا عندك نقص يلا روح اختبر وقتها. بعد كده وين، متى لازم اقدم؟ اني تايم اني وير. المانيا ما عندهم انه والله احنا في فبراير نجمع الطلبات وفي حزيران ننظر في مش عارف مين وفي اغسطس ما ادري ايش نسوي. انت جاهز تبى تيجي المانيا تعال قدم اوراقك شوف الطلبات خلصتها خلاص تبى تبدا ابدا، ما عندهم انه تريننج بروجرام يبدا في الوقت المعين ويخلص في الوقت المعين. تبدا وقت ما تبدا، تخلص وقت ما تخلص، اهم شيء انك تكون ماشي على الستاندرد حقهم فقط، هذا اللي يهمه. هذا منظر لمدينة برلين عاصمة دولة ألمانيا.
برلين طبعا من مدن المانيا الكبيره اللي فيها يعني مقر الملحقيه الثقافيه السعوديه والسفاره السعوديه في مدينه برلين في المانيا. طبعا مدينه جميله جدا وفيها مستشفى الشاريتي اللي هو يعتبر من يعني اكبر المنشات الصحيه يعني سمعه واداء في المانيا. ننتقل بعد كده للنقطة الثانية اللي هي التشالنجز اللي ممكن تواجهها. طبعا نيو لانجوج، تعلم اللغة الألمانية يعتبر تحدي جديد، يعني هو تعلم أصلا لأي لغة جديدة يعتبر مهارة فردية تختلف من شخص لآخر، فأنت ما تقدر تقول أنا كويس ولا أنا ماني كويس، ولا يجي أحد يهقص عليك ويقول لك والله أنت شلفط اللغة أو أنت متعثر في اللغة. اللي يحدد أنت ماشي كويس ولا ماني كويس الكوميونيكيشن حقك، هل انت بتتكلم مع الناس لما تيجي المانيا، بتتكلم مع الجيران، بتروح تقضي، تخرج، تجيك رساله، تعرف تقرا، تفهم ايش يبغوا زي كده. فهذا هو اللي حيحدد انت فاهم ولا مو فاهم، لكن غير كده ماي ادفايس يعني نصيحتي لكم، خذ وقتك في اللغه، سواء كنت طبيب او كنت جاي ماستر او كنت جاي وات ايفر بتسوي هنا، خذ وقتك في اللغه، اتعلم لغه مضبوط، لانه بعد كده كل شيء يعتمد على لغتك. ما ينفع انت تخلص وبعد كده تقول لا انا ارجع اخذ لغه واظبط لغتي، وما في وقتها ما ينفع، حتخربط نفسك، حتدخل نفسك في دوامات ما لهم داعي. التشالنج الثاني ممكن تواجهه نيو كلتشر اند مينتاليتي. عادي ما ادري كيف اشرح لكم، لكن اديكم مثال ان شاء الله يقرب الصوره. في السعوديه مثلا انا عندي سياره، ابوي عنده سياره، اخوي عنده سياره، امي تروح مع السواق بسياره مختلفه، فكل واحد له سيارته، وسيارته تعتبر من أساسيات الحياة. هنا في ألمانيا بالعكس، السيارة تعتبر كمالية، شيء زينة يعني شيء إكسترا. هنا عندهم مواصلات عامة، عندهم قطارات وباصات توديك أي محل لأي مكان يعني بسعر في متناول الجميع، فاللي عنده سيارة هنا يعتبر عايش لوكسري لايف. فهذا من ضمن الكلتشر المختلف، يعني أنت هناك تعود كل شيء بالسيارة، يعني حتى المسجد كده شقحتين جنب البيت بتنزل تدق السلف وتحرك السيارة تروح المسجد. هنا لا، كل شيء تخرج برجلك، تمشي برجلك، تركب قطار مع الناس، تركب الباص، مش عارف ايه، بتدلع نفسك شويتين ممكن تشتري دراجة. فهذا هو المنتاليتي والكلتشر المختلف. بعد كده عندنا اللايف ستايل، حتى كمان اللايف ستايل مرة مختلف عن الشيء اللي تعودنا هناك. ما شاء الله تبارك الله الناس بتصحى متأخر مثلا بسبب انه الجو حار الصباح، ما حد بيخرج، فتلاقي الناس تاكية في البيوت في الإجازات مثلا، متى يبدأ يخرجوا؟ بعد المغرب يبدأ الناس لما تغيب الشمس وتخف الشمس يبدأ يخرجوا ويتمشوا وزي كده. هنا لا بالعكس، انت تصحى صلي الصبح الصباح الساعة 5 الفجر تلاقيهم الألمان صاحيين كلهم، اللي يسوي رياضة، اللي خارج برا الله يكرمكم يمشي الكلب تبعه أساس ياخذ بلفة قبل الدوام، اللي مش عارف ايش يسوي، كل الناس تصحى بدري، كل الناس تخلص شغلها بدري، تيجي الساعة 7-8 خلاص هدوء، ما في حياة في ألمانيا، تبدأ بس النايت لايف عندهم، تبقى النايت لايف وقتها شغال، غير كده كله مقفل ما في شيء شغال. فهذا من ضمن اللايف ستايل اللي إيش ممكن يعني يختلف عليك شويتين ولازم تتأقلم معنا في ألمانيا. عندنا بعد كده التشالنج الرابع اللي هو نيو ميديكال سكول. طبعا الناس اللي اشتغلت مثلا في الطوارئ أو في الأقسام في المستشفيات السعودية، يجي الدكتور يقول له مثلا ابغى سي بي سي وكيمستري وكونجريشن بروفايل ويمشي وخلاص. فتيجي الممرضه ويجي الريزيدنت او يجي الانترن يعمل لك كده صح 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 كل الشيك ليست. هنا في المانيا ما في الكلام هذا، هنا في عندهم تامين يجري وراهم يقول له انت ليش طلبت الحاجه الفلانيه؟ ليش سويت الحاجه الفلانيه؟ انت هذه ما لها داعي مش عارف ايه. فممكن يمشوا لك هي مره مرتين، بس لو شافوك بتكررها زي كده يقول لك تعال انت قاعد ترمي فلوسنا في الهواء، ما ينفع الكلام ده، لازم تنتمي. فيبدأ وقتها حتى ممكن يشكوا في معلوماتك الطبية أو في يعني الكواليتي حقتك في الترينينج، أنت كيف كده ما أنك عارف، يعني تيجي تطلب ما ينفع تطلب فول كيمستري، أطلب حدد إيش تبغى. مثلا المريض جاي قبل العملية كل تحاليله كويسة بس الصوديوم عنده اللي ملخبط شويتين، فطلب له فقط صوديوم، شيك له فقط على الصوديوم، ما يحتاج شيك له عن كل حاجة. مريض مثلا جايك عنده شاك إنه عنده مثلا إمبوليزم او عنده ثرومبس، ما حتى تسوي له كومبليت كورجيشن بروفايل، تعمل له الدي دايمر مثلا وتعمل له البي تي دي والاول اي ان ار حسب اساس تعرف تمشي له بعد كده الهيبرين بيرفيوجن والحاجات هذه، ما حتاج تسوي له كل الكورجيشن بروفايل. فهذا يعني مثال فقط من ناحيه الميديكال سكول يختلف، يعني لانه الميديكال سكول اللي عندنا في السعوديه تعتبر اكثر مع الامريكان ستايل،
لكن في أوروبا مختلف الموضوع مرة تماما. طبعا حتى في الأبروش لحاجات مرة كثير، ما أقول لكم إنه في ناس صح هذول صح وهذول غلط، لا كله صح. اللي يهمنا في النهاية الريزلت، في النهاية إنه إحنا بنعطي المريض خدمة طبية أو رعاية طبية ممتازة بيخرج بيها هو مبسوط وهو مرتاح وبيتحسن. فهذا الشيء لا يعني لازم تحطوه في بالكم. الميديكال سيستم مختلف تماما عن الشيء اللي تعودتوا فيه. هناك ما شاء الله عند المريض يجي يروح مستشفى حكومي، يروح مستشفى خاص، يروح يسوي أشعة، يروح مش عارف إيه، ما شاء الله يتجول في المستشفى. هنا ما ينفع الكلام ده في ألمانيا. كل قسم مستقل بذاته، كل قسم يشيل نفسه. القسم اللي يشتغل كثير يدخل فلوس كثير، ديك الساعة ميزانيته وتكون أعلى شيء في المستشفى. يعني أنا مثلا كجراح عظام أجي برسل مريض على أشعة، ما أقدر أكتب له ورقة أشعة وأرسله وخلاص، لا لازم أكتب له ورقة تحويل لأنه أنا أبغى أشعة. والمريض يروح بورقة التحويل وورقة الأشعة القسم الأشعة ويسووا له سواء أشعة عادية أو سي تي أو إم آر آي. ليش؟ لأنه هنا بعد كده المستشفى حتحاسب القسم هذا على المرضى، كم مريض شفت، إيش الحاجات اللي سويتها. فالإثبات الوحيد إنه هم شافوا المريض وسووا له حاجة معينة اللي هي ورقة التحويل. فكل شيء هنا ماشي بالتحويل، كل شيء ماشي بالبيروقراطية حقتهم هذه. فأنت لازم أول ما تيجي تبدأ تتعود شوي شوي، تبدأ تفهم السيستم حقهم. خلاص هذا اللي تعلمته هناك اللي تعودت عليه في السعودية أرميه سيبه، ما ينفع تجيبه معك. هنا نيو سيستم لازم تمشي عليه، لازم تتعلم عليه ولازم تتعود إنك تشتغل به. يجي بعد كده الفرص اللي هنا في ألمانيا اللي أنا شفتها شخصيا، يعني ممكن يكون في أكثر من كده لكن اللي أنا لاحظتها أو شفتها هذه. No limit for positions. طبعا أنا بتكلم عن الليميتيشن للأجانب. يعني مثلا خلينا يعني نديك مثال أمريكا، لأنه قبل ما أطلع قدمت على أمريكا مرة كثير. فكنت انترست في تخصص الإمرجنسي ميديسن اللي هو طب الطوارئ، لكن ما كتب لي نصيب والحمد لله. فإحدى الجامعات أو إحدى المستشفيات لما رسلتهم قالوا لي إحنا عندنا السنة هذه 15 بوزيشن للإمرجنسي ميديسن. قلت لهم حلو ممتاز، 15 رقم طيب مو بطال. قالوا لي لكن 10 للأمريكان اللي هم أولاد البلد، 5 للفورنر الإكسيرنر اللي جاي من برا. يعني قعدت أنا أحسبها كده في بالي، يعني أنا أخش في كومبيتيشن مع هذول اللي جايين من الصين، جايين من الهند، جايين من روسيا، جايين من بلدان، وكلهم جايين ما شاء الله مكسرين الدنيا. وإنت هناك في الدول التانية بتخش في كومبيتيشن مع ناس من برا. هنا ما في الليميتيشن هذا. في أقسام كثير عندنا في المستشفى حاليا اللي أنا شغال فيها 3/4 قسم فورينر أجانب. تلاقي بس رئيس القسم اللي ألماني وكم نفر معه، أو حتى رئيس القسم ما يكون ألماني، يعني يكون شيء تاني، يعني يكون مثلا أوروبي، يكون عربي، يكون أي شيء تاني. فالشيء هذا ما عندهم إنه ليميتيشن إنه للفورينر والحاجات. أنت كويس، أنت مشيت على الستاندرد، أنت إفكتيف في التيم، خلاص أنت حتكون معنا في التيم حقنا. ما في انه والله لازم مدري كم الماني ومدري كم اجنبي في هذا. بعد كده نو ماتشنج. طبعا عارفين نظام الماتشنج انتم في التقديم على شو اسمه الزماله والقبولات والحاجات في دول مره كثير، انك انت تقدم بعد كده تختبر ويشوفوا مين اعلى واحد جاب درجات فيهم وياخذوهم مش عارف. هنا ما في الكلام هذا، انت مجرد ما تكلم البروفيسور او الشيف حق القسم رئيس القسم ويقبلك ديك ورقه انه انا قبلتك، تبدا عندي في التاريخ الفلاني، خلاص هو يستناك. انت بعد سنتين تخلص المتطلبات اللي تكلمنا عليها قبل شويه، لو خلصتها تبدا على طول. ما يجي يقول لك لا والله انا لقيت واحد احسن منك حاخده، لا والله انا ما انت ما عجبتني ما دخلت بالي وانا حسحب عليك قوب. ما ينفع الكلام هذا عندهم، لا اداك كلمه خلاص هي ويل كيپ ات، استناك لين تخلص. خلصت انت قبل تقدر تبدا، قبل خلصت حتتاخر شويه تدي خبر، استناك شويتين 3-4 شهور 6 شهور بعد كده تبدا معه. فموضوع الماتشنج ما في، انت خلاص فتره البريبيرنج ديورينج ذا يعني اللي هي فتره اللي قبل البعثه بتخلص فيها اللغه واللغه الطبيه الالمانيه والابروبيشن، هذا اختبار مزاوله المهنه، انت حتسوي انت مرتاح، ما انك خايف انه واحد ياخذ البوزيشن حقك، انك تخش في ماتشنج مش عارف في كومبيتيشن، كله محجوز لك. بعد كده عندنا all medical specialty are available، يعني انه ما عندهم يقول لك لا والله التخصصات الجراحيه هذه انه يفضل ناخذ فيها فقط مثلا عيال البلد، الاجانب ما نعطيهم التخصص الفلاني مثلا لانه competitive لانه مش عارف ايه. ما عندهم شيء يعني انت خلاص you match the standard حقتهم، you are accepted
you're gonna begin whatever كان التخصص. فتيجي تلاقي مثلا في النيورو سيرجري تلاقي شباب عرب، مثلا تلاقي في الباسكر سيرجري اتراك مثلا او اكراد او مثلا من اوروبا ناس مره كثير، ما تلاقي المان. ف يعني الميديكال سبيشاليتي كلها متاحه، ما يقول ما في ليميتيشن، يقول لك لا والله هذه لاولاد البلد وهذه للاجانب. دايركت سب سبيشاليتي، فزي ما قلت لكم المانيا النظام الصحي حقها مختلف نوعا ما عن يعني الدول الثانيه، لذلك تلاقي عندهم سب سبيشاليتي يعتبروها ميجر يعني سبيشاليتي، زي مثلا عندنا البيدياتريك سيرجري، تقدر تبدا من البدايه بورد بيدياتريك سيرجري، ما يحتاج تاخذ جنرال سيرجري وتخلص بعد كده تبدا بيدياتريك سيرجري از سب سبيشاليتي، لا انت من البدايه تبدا بيدياتريك سيرجري. مثلا الباسكر سيرجري تبدا برضو على طول. انا ما ادري صراحه في الدول الثانيه كيف، لكن انا على وقتي كان وقتها لازم مثلا تبغى كارديولوجي لازم تاخذ ميديسن بعد كده تتخصص كارديولوجي. حاليا في المانيا تبدا كارديولوجي على طول وعندهم اي مشكله، فهذا يعتبر ادفانتج. انت بدل ما تضيع عمرك 5-6 سنين تكسب ال 5-6 سنين هذه، تخلص السب سبيشاليتي هذه بعد كده تبدا تاخذ فيها السب سب سبيشاليتي وتطور نفسك. براكتسينج ميديسن ان اي او اللي هو دول الاتحاد الاوروبي، مجرد انك تتحصل على الابروباتيون او الابروبيشن سواء عن طريق الاختبار او المعادله، فانت يحق لك مواصله مهنه الطب في كل دول الاتحاد الاوروبي بدون اي ليميتيشن. فقط انك يعني مثلا انت في المانيا سويت الاختبار ده خلاص تروح فرنسا تقدم اوراقك، يسووا لك بس شويه داتا فلو خلاص تقدر تشتغل كطبيب. فهذه انا اعتبرها ادفانتج مره حلو. يعني خريجين المانيا صراحه عنده بلان بي بعد كده، انه مثلا انت خلاص كبرت اتقاعدت مش عارف ايه في البلد زي كده، تقدر تشتغل برا البلد، تقدر تروح فرنسا تروح هولندا تروح المانيا سويسرا واتيفر وتشتغل فيها كطبيب وتاخذ يعني سواء منافع ماديه او حتى شو اسمه تتعرف على ناس جديدين توسع بيه مداركك والبزنس حقك. بعد كده نيو ليرنينج سورسز، طبعا تعلم اللغه الالمانيه يعتبر في البدايه يعني انا كنت قاعد اقول لنفسي انا تعلمت الماني ما حستفيد ولا شيء، في النهايه حرجع السعوديه وحنسى الالماني هذا، لانه ما بستخدمه غير في المانيا هنا. ما تلاقي يعني مثلا دول انترناشونال زي دبي مثلا لو رحت او رحت اي دوله كده انترناشونال ما تلاقي عندهم ناس يتكلموا الماني كثير، فتكون ليميتد اللغه هذه. لكن مع الوقت ادركت انه يعني انا لما اتكلم اللغه الالمانيه انا عندي فرصه ان اتعلم من مصادر تكون فقط باللغه الالمانيه. طبعا حجوا الناس يقولوا لا كل شيء بيترجم بالانجليزي ومش عارف ايه، اوكي صحيح الكلام هذا، لكن لما اجي اطالع انا دحين في المانيا قاعد هنا بوسطن، خليني اديكم مثال من المجال حقي انا. في شخص اسمه جراف اكيد سمعتوا عنه في الهيب ديسبلاسيا، هو الشخص هذا اللي حط الكلاسيفيكيشن انه كيف تسوي الالترا ساوند للهيب نفسه، ايش الكلاسيفيكيشن حق الهيب ديسبلاسيا وايش التريتمنت حقها. كمان الشخص هذا ترى لا زال موجود وعايش، وتقدر انت تروح تاخذ عنده دوره تتعلم كده، تكونوا مثلا 12 10 اشخاص قاعدين في غرفه مع جراف بذاته يعلمك ويوريك كيف تمسك الجهاز وكيف تسوي ومش عارف ايه وكل شيء. ف يعني هذه فرصه ما تلاقيها في كل مكان، ما تلاقيها في يعني في دول كثير. ممكن في امريكا في ناس ما شاء الله تبارك الله يعتبروا ليجنز، هناك ممكن تاخذ معهم الشيء هذا، لكن برضه في امريكا خلاص اي احد يتكلم انجليزي حيروح لهم، لكن في المانيا مو اي احد يتكلم الماني، فاهمين؟ وانت تقدر تحضر الدورات كورسات مش عارف ايه مناظير سيمبوزيوم، هذه كلها حتكون يعني فقط لك انت متحدث اللغه الالمانيه. صورتي انا من مدينه ميونخ، مدينه برضو من اجمل مدن المانيا في الجنوب. صراحه الجميل فيها الشباب السعوديين اللي هناك، يعني صراحه ما شاء الله تبارك الله تروح لهم خلاص انت تحس نفسك في السعوديه. المدينة هذه صراحة لها يعني مكانة خاصة عندي وذكريات مرة حلوة، عقبال ما إن شاء الله كلكم بإذن الله تجوها ويكون لكم ذكريات وأشياء حلوة فيها. نجي للنقطة اللي بعد كده، السبونسرشيب اللي هو الراعي أو جهة الابتعاث. طبعا في ناس مرة كتير ملخبطين، يعني دوبه متخرج ومتحمس ويكلمنا على تويتر ولا سناب شات ويقول لي يا دكتور أنا أكلم ملحقية تبتعثني ومش عارف إيه. الملحقية ما تبتعثك، هذا أول شيء. الملحقية فقط هي جهة تنفيذية، يجيها أمر
من جهة ابتعاث بالفلوس حقتك بكل شيء، هم بس يشرفوا عليك خلال دراستك. فجهة الابتعاث أو السبونسر معناته إنه جهة تتكفل بمصاريف الابتعاث حقتك، يعني مثلا زي وزارة التعليم، وزارة الصحة، المدن الطبية مثلا مدينة الملك عبد الله، مدينة الملك فهد، الحرس الوطني التخصصي، كل هذول كليات الطب مثلا، كل هذول ممكن يكونوا هم السبونسر حقك. هو يعني خلاص يقول لك انا حرضى، يعني حاقبل شو اسمه الاوراق حقتك وحرسلك بعثه بالتخصص الفلاني، تخلصها وترجع تشتغل عندي. طبعا اساس اكون صريح معاكم، على وقتنا كانت الحمد لله البعثات ميسره وسهله، يعني الله يرحمه الملك عبد الله ادانا فرصه يعني ما نحلم بها كلنا صراحه، احنا يعني ابناء الطبقه الكادحه زمان كانوا يدرسوا برا كلهم عيال ما شاء الله النعمه او الناس اللي عندهم واسطات، لكن احنا الحمد لله يعني ادركنا الفرصه هذه وطلعنا برا. فحاليا اساس يعني انتم يعني كلكم شايفين كلكم نظر الوضع كيف، الاقتصاد وكورونا وحروب مش عارف ايه، فمو زي زمان اساس اكون صريح معكم، مو زي زمان البعثات وزي كذا، صارت مقننه اكثر. فانت لازم توري السبونسر ايش يعني انه عندك موتيفيشن، انه انت انا موتيفيتد، انا بطلع، انا ابغى الشيء هذا، انا عارف ايش بسوي، انا عارف فين بروح، انا عارف ليش التخصص هذا باخده في المانيا او في كوريا او في اسبانيا او في فرنسا وتيبر. ف من ضمن يعني الاشياء اللي ممكن تسوي انك تتعلم لغه البلد سواء فرنسي الماني وتيبر الدوله اللي انت رايحها، فهذه يوري جهه الابتعاث انه انت من جد يعني انترستد وتبغى تروح وعندك موتيفيشن تبي تروح الدولة هذه. طبعا كل جهة ابتعاث لها شروط وطلبات معينة تختلف من سنة لسنة، طرق التقديم وأوقات التقديم والمش عارف هذا كله موجود على الإنترنت، تقدر تخش على المواقع حقتهم الإلكترونية وتشوف إيش المكتوب هناك وخلاص وتسوي الحاجات اللي هم طالبينها منك. نيجي للنقطة أو المحور الرابع important points about Germany، نقدر نقسمها لأربع نقاط. أول شيء what do I need to put in consideration when applying، إيش الأشياء لازم أحطها في بالي لما أقدم. بعد كده نتكلم إيش الأدفانتج والديسادفانتج، المحاسن والمساوئ للبرنامج حق الريزيدنسي هنا في ألمانيا. بعد كده when should I start preparing، متى أبدأ أجهز نفسي للريزيدنسي عشان أجي ألمانيا. زي ما لكم عارفين أمريكا طالبين يسوميلي، كندا طالبين مثلاً شو اسمه الكنديان إكزام، بريطانيا يطلبوا الآيلتس مثلاً أو التوفل، فكل بلد لهم طلبات مختلفة، فأنت لازم تعرف متى تجهز نفسك لها. بعد كده الكواليتي والفيوتشر بروسبكت حقة الريزيدنسي بروغرام هنا في ألمانيا، هنتكلم عنها كلها شوي إن شاء الله بإذن الله. إيش الأشياء لازم أحطها في بالي لما نقدم على ألمانيا؟ time to finish paperwork، طبعا البيروقراطية يا جماعة الخير هنا والله هي اللي جايبة الألمان ورا. لو يعني البيروقراطية ترى بيرو كلمة ألمانية، بيرو معناها مكتب أو شغل مكتبي، فعندهم شغل الورق هذا ترى يموتوا فيه، لو هم بس كده يسيبوا شغل الورق هذا شوية ترى والله حينفلتوا، مو بس حيوصلوا القمر، حيوصلوا مجرد تانية من كتر ما شاء الله تبارك الله مرة متقدمين وعندهم حاجات مرة كتير، لكن هذا شغل الورق هو اللي جايبهم ورا. فأديكم مثال، مثلا جاري هنا اللي قدامي، جيت انا مثلا الله يكرمكم ورميت وسخ قدام بيته، ما يجي يدق الجرس ويكلمني يقول لي الوسخ وانت اذيتني وزي كذا، لا يروح يكلم المحامي حقه، يرسل له ايميل، المحامي يرسل لي انا البريد حقي، اقوم انا ارد على المحامي، المحامي يرجع له الرد، هو يشوف ردي يقوم يرجع للمحامي وزي كذا، عارفين الشغله كلها ما تاخذ 3 دقائق، لو جاء دق الجرس خلاص انا اشيل هذا ونخلص، لكن هم زي كذا يحبوا اللفه الطويله. فانت لازم تحط في بالك الشيء هذا لما تيجي تقدم، لا تتوقع انه بعد اسبوع اسبوعين يردوا عليك، ترى ممكن ياخذ وقت مره طويل، ممكن شهور 3-4 شهور 6 شهور قبل ما يردوا عليك، فلازم تعرف الشيء هذا. وحتى لما تيجي يعني مو بس من ناحيه القبول، حتى لما تقدم ورقك مثلا تبقى موعد، تبقى تقدم على المعادله، تبقى تقدم على اوراق اللي هي الاقامه الفيزا هنا، ترى ياخذ وقت مره طويل، فانت لازم تعرف الشيء هذا. بتيجي ألمانيا خلاص أبدأ من بدري، ضبط أمورك على أساس لا تنزنق في الوقت بعد كده. بيت زي ما قلت لكم ده لازم تصبر، لازم يكون عندك صبر مرة كتير، ما أخلاقك حاول تحافظ عليها قد ما تقدر، لأنه من جد بعد ما يردوا عليك يأخذ وقت مرة طويل، فلازم طول بالك معه. والنقطة الثالثة do not give up،
keep trying and as long as you can. لا تيأس، لأنه مسألة البحث عن قبول مثلاً بتدور عن نفسك، ترى بنفسك عن قبول عفواً، يأخذ لوقت مرة طويل أساس إنه يردوا عليك. معنا شات اتصل علي وخليني أقفل الجوال عفواً. فأيوه حدث ما انه تلاقي الشيء اللي انت تبغاه. بعد كده الابوينتمنت، هنا الالمان كل شيء عندهم موعد، يعني تبغى تقابل البروفيسور تكلمه مش يقول لك سوي موعد، تبغى تجدد الفيزا او الاقامه يقول لك سوي موعد، تبغى تقدم اوراق الفيزا سوي موعد. فانت لازم تعرف الشيء هذا انه مره لكيعين في المواعيد ويقعدوا يمطمطوا ومش عارف ايه، لازم تحط الشهاده في بالك. اهم نقطه، هذه النقطه اللي لازم نركز عليها، ريتن انسر. لأنه في شباب كثير بيجي يقولي والله فلان قال لي، والله فلان وعدني، والله تشوف كلام ال كده اللي بالفم هذا الفيربل، ترى ما ينفع، ترى ما يأكل عيش. لازم يكون عندك يعني رد خطي مكتوب على ورقة، على شهادة، على ورقة شاورما، على أي شيء. لا تمشي بدون ما يكون عندك كده إثبات ريتن إنه هذا فلان فلان أنا حسوي له الشيء الفلاني. اي احد يوعدك، اي احد يقول لك كده فيربال، لا تاخذ منه كلمه. هذا شيء انا تعلمته هنا في المانيا. فهنا لازم يكون عندك خلاص ملفات تجمع الاوراق والحاجات هذه المهمه، اساس انه لا قدر الله لو صارت مشكله ولا شيء بعد كده قدام يكون عندك انه ريتن، يعني حاجه مكتوبه تقدر تحاج بيها. اما شغل انه قالوا لي قلت له ومش عارف ايه، ما ينفع هذا. فانت لازم تتعلم الشهاده من بدري، لحد في تقديم الفيزا يجي موظف يقول لك خلاص مو مشكله انا بعد شهرين اتصل بي وانا اشوف الموضوع. قل له لا ما عليه، اوكي انا حاتصل بك بعد شهرين، بس يا ريت ترسل لي ايميل مكتوب انه انا بعد شهرين حستلم الفيزا حقتي، او احتمال انه الفيزا تخلص، على اساس انه لو لا قدر الله تاخرت الفيزا وصارت كاسه وزي كده يكون عندك اتليست يعني حاجه مكتوبه توريهم، تقول لهم انه شو اسمه الفيزا تاخرت، وهذا شيء مو مني انا، من عندك من الموظفين. نيجي بعد كده للمساوئ والمحاسن في الريزيدنسي حقت او التريننج بروجرام حق المانيا. طبعا خلينا نتكلم، عندهم هنا مره ممتاز مره قوي. ليش؟ لانه انت قبل ما تبدا تريننج بيخلوك تدرس الماني اول شيء، تتعلم اللغه حقتهم، تتعلم يعني مستوى عالي C1، ترى مستوى مره عالي C1. لو جبت واحد الماني وخليته يختبر ترى ممكن ما يعدي الاختبار، ممكن يرسب، لانه زي عندنا مثلا عربي فصيح، لو جبت واحد مننا دخلت اختبار لغه عربيه فصيحه، فاعل ومفعول ومجرور واخواته ان واخواته ومش عارف ايه، ترى ما حينجح، ما حد حينجح في الكلام هذا. فهم نفس الشيء بيدرسون الماني لمستوى مره عالي، على اساس انك تفهم كل التكست وتقدر تتواصل مع الناس، يكون الكوميونيكيشن سكيل عندك مره عاليه. بعد كده بتعيد تدرس كل اللي اخذته في كليه الطب اللي هو اختبار حق الأبروباتسيون ده بالألماني تاني مرة. فأنت خلاص هتبدأ وانت عارف يعني البيسك عندك لما كلها تاني مرة بالألماني، راجعتها بالألماني، فتقدر تبني عليها البيس. كل ما كان قوي، كل ما كان متين، كل ما كان كويس، تقدر تبني عليه أكتر. فتخيل انك تخش الحاجات، مثلا أنا تخرجت وقعدت 5 سنين أو 6 سنين أعتقد اشتغلت في الطوارئ، وبعد كده جيت ألمانيا قعدت 5 سنين مرافق مع مرتي، بعدين بدأت بروجرام. فالبيسك هذه نسيتها، مسحتها بالراحه لما جيت انا مره براجع، كاني بذاكر من جديد. لكن صراحه فادتني لما ذكرت الفارماكولوجي المايكروبيولوجي الاشياء دي كل البيسك، لما راجعتها حسيت اني كويس. حتى لما بدات انا قوي، انا عارف خلاص ايش بقول، ايش بتكلم، ايش الباثوفيثيولوجي للامراض، الحاجات هذه كلها فادتني. الشيء الثاني الحلو بالنسبه للبيسك في المانيا، عندهم حاجه يسموها كومن ترانك في كل يعني مو كل التخصصات، اغلب التخصصات. مثلا خلينا نتكلم عن اورثوبيديك تروما، تخصص انا بسويه حاليا. الكومن ترانك عندنا في 3 حاجات، روتيشن طوارئ، قسم الطوارئ، روتيشن قسم العنايه المركزه، وبعد كده روتيشن جنرال سيرجري. تعدي على الثلاث الحاجات هذه، كل روتيشن اللي يكون على الاقل 6 شهور، 6 شهور تعدي في يعني في القسم هذا، شافوك كويس خلاص يقول لك جو هيد انت ممتاز، شافوك تحتاج اكثر يعطوك زياده الى سنه يمدوا لك هي
حسب يعني انت ايش ناقصك بالضبط. بعد ما تخلص الروتيشن الكومن ترانك هذه كلها تقدر تبدا البروجرام حقك في كنت اورثوبيديك مثلا او كنت وات ايفر فاسكولار سيرجي، تقدر تخلص الحاجات هذه. خلينا نيجي مثلا للكارديولوجي، الكومن ترانك حقهم تاخذ جنرال ميديسن، تاخذ برضه روتيشن طوارئ وروتيشن عنايه مركزه. فزي ما انكم ملاحظين بيركزوا على الحاجات البيسك، اللايف سيفنج في الطوارئ مثلا، الحاجات الكريتيكال في الاي سي يو مش عارف ايه. فهذه كلها انت بتكون لامه، بتكون عارفه يعني، ما يحتاج مثلا مريض يجيك سكر ملخبط تقعد تسوي له كونسلتيشن حق الميديسن، انت بنفسك تسوي له سلايد سكيل، ظبط له السكر حقه، تبدا حتى انسولين انفيوجن بنفسك، وانت عارف ايش بتسوي، مو كده شختك بختك شغال، لا انت عارف ايش بتسوي. فهذا الشيء مره قوي صراحه هنا في المانيا، ان حتى لما تيجي تسوي راوند وتشوف المرضى حقينك في الاي سي يو، انت يعني مو بس تروح عند حق الاي سي يو وتهز راسه تقول له ايوه ايوه طيب طيب، لا انت بتعمل ديسكشن معه، انت ليش اعطيته الشيء الفلاني، ليش الفلويد ماشي كثير، انت ليه ماشيك مثلا البومين، تشوف المريض عنده اديمه مثلا في رجوله، هذا اكيد هو عنده فلويد كويس في جسمه لكن في الرونج بوزيشن، اعطيه شويه البومين بيرجع كل شيء بيرجع في الباسكولار وخلاص يكون تمام، ما يحتاج هو اديمه وتعطيه لازكس مثلا، ما حيطلع منه ولا شيء، كله قاعد في المكان الغلط. فعارفين هذا الشيء يخليك انت يعني كيف اقول لكم ايه، تصير دكتور فعليا، تصير دكتور يعني تحس نفسك فاهم، لانه هم صراحه اتركوا علينا احنا حقين العظام يقولوا انتم صناعيه، لكن فعليا لما انت تيجي يعني تلوم البيسك هذه فحتكون كويس مره مستقبلا. بعد كده الكواليتي، عندهم هنا الالمان مبدا الكواليتي مره مهم اهم من الكوانتيتي، يعني ما يهمه انت تشوف مرضى كثير، اهم شيء تشوف المريض مريض مريضين تخلصهم صح خلاص، هذا كفايه. هو هذا كله مع الوقت، انك تصير سريع، انك تخلص مرضى اكثر مش عارف، هذا كله حيجي مع الوقت، يقول لك لا تخاف لا تقلق، هم اصلا ما هم حاطينه في بالهم. unlimited learning طبعا هنا ما في عندهم انه والله انا اعلمك لين شيء معين وخلاص، ما حتعدي الليفل هذا، لا انت تروح مثلا سنتر حق سباين هيعلمك كل شيء فعليا، هيعلمك كل شيء، لانه هنا انت لما تخلص من عند بروفيسور معين، انت لما تخرج وتختبر او تروح تشتغل اي مكان، هم يسالوا انت فين كنت، فين تدربت، عند مين، تقول عند السنتر الفلاني او عند البروفيسور الفلاني، بالنسبه لهم هذا سمعه، يعني هم عندهم الطب بسمعه هنا ماشي صراحه. فالبروفيسور حيعلمك كل شيء، حيديك كل التريكات، حيديك كل التيبس، فانت حتخرج من عنده صراحه جريندايزر، عارف كل حاجه، وحتلاقي نفسك يعني على نهايه التريننج انت ما بتقرا في الكتب هذه انت مخلصها خلاص من زمان، انت بدات تقرا ارتكلز، بدات تقرا حاجات اب تو ديتد، بدات تقرا يعني تعمل ديسكشن في حاجات ما هي موجوده في الكتب. فهذا يعني صراحه شيء مره ممتاز في المانيا. مور براكتسينج، اللي اقصده هنا الفلو ريت مره عالي في المانيا، عندهم نقص شديد في الاطباء، فهذا حيكون يعني هو ديزادفانتج بالنسبه لهم بس ادفانتج بالنسبه لك، انت حتشوف مرض اكثر، حيضطروا يعتمدوا عليك، علموك بسرعه يعتمدوا عليك في حاجات مره كثير. وانا كجراح مثلا يهمني اشتغل بيدي، يعني مو بس انه اقعد اسوي لهم بيبر وورك وديرتي وورك ومش عارف ايه، لا يهمهم جدا انه انا اقدر بنفسي، يهمني انا عفوا اقدر بنفسي اخلص شو اسمه المرضى واشوفه بنفسي. modifying your program طبعا اللي اقصده في النقطه هذه انه مثلا يجوا ثلاثة اشخاص في نفس السنتر يتدربوا عند نفس البروفيسور، لكن كل واحد فيهم من يخلص يكون قوي في مجال معين. مثلا اديكم زملائي اللي قبلي في نفس المستشفى، الدكتور وليد طيب والدكتور خالد نجار، كلنا تدربنا في نفس المستشفى في نفس عند نفس البروفيسور عند نفس التيم، لكن خالد نجار رجع ما شاء الله هو انترستنج في الفوت فبيسوي حاجات الفوت والحاجات هذه، وليد رجع مثلا في الهيبس وشغال فيها بيسوي الحالات حقت الهيبس، وانا رجعت انترستنج في التروما مثلا مع ان شغالين عند نفس البروفيسور، فهو البروفيسور يشوف انت فعلا انترست حقك ويوجهك ويدفك زياده عليه هناك، يقول لك لا هذا سيبه لا تعطيه مثلا عيادات السباين كثير، هو ما يحب السباين خليه يشتغل تروما اكثر، خليه يشتغل عمليات اكثر مثلا زي كذا، يتعلم كيف يحط الفيكسيتر، كيف يرجع الفراكتور الفراكشر، كيف يحط النيز والحاجات هذه. اخر شيء حلو في المانيا، ومو اخر شيء طبعا في حاجات كثير لكن من ضمن ما اقدر اكتبه كله، حاولت الوم ما قد ما اقدر، الروتيشن
تقدر تسوي روتيشن بين كل المستشفيات في كل المدن في أي ولاية في أي مكان زي ما تبغى، ما حد يقول لك لا. أقل روتيشن لازم يكون 6 شهور، أنت تقدر تنسق محل ما تبغى، ما عندهم أي مانع. زي مثلا حاليا أنا كنت شغال في مستشفى أولجا، وقلت لهم قبل الاختبار أبغى أسوي روتيشن في مستشفى تاني، بالعكس مرة انبسطوا. وحاليا شغال في كاترين هوسبيتال برضو تابع كلينيك شتوتغارت، لكن هذه كانت مستشفى أطفال، هذه مستشفى كبار، فبشوف كل الحالات حاليا. يعني اكسبيرينس جديد، تتعلم حاجات جديدة وتتعلم حاجات اكسترا يعني انت ما كنت تتوقعها. ايش الديسادفانتج او المساوئ اللي ممكن تشوفها هنا في المانيا؟ اول شيء الهارد رود، طريق مرة صعب مو واضح. يعني قد ما نحاول احنا نوضح الصورة ونحط يعني مثلا حاجات تساعد الناس الجدد، للأسف القوانين المتغيرة و16 ولاية كل ولاية على كيفها، هذا الشيء يخلي الموضوع مرة صعب. يعني يجي مسكين المبتعث يحس بأنه والله يباله كده 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 يسوي الحاجات الفلانية، يعني يفاجئ أنه هذه لا مو مطلوبة منه في الولاية هذه، وراح ولاية ثانية ولازم يغير الخطة حقته. فهذا من ضمن الديسادفانتج صراحة هنا في ألمانيا. Take some time for the integration. الشعب الألماني كله بشكل عام يعني ما هو سوشيال كده، كل واحد عنده السيف زون حقته مرة مكبرة وفوق اللزوم، ما يتصاحب معك بسرعة. يعني أنا شخصية سوشيال، أنا شخصية أحب، يعني أنا ما كنت كده زمان أيام الكلية وأيام المدرسة، لكن بعد ما اشتغلت أول ما بدأت شغل صرت مرة سوشيال، أحب أتعرف على الناس، أروح أتعرف عليهم أخرج معهم ألعب كورة وزي كده. جيت أنا فمان بسوي نفس الشيء، ماني قادر، ما يبغوا، ما يدوك فرصة أصلا. يعني بدأوا ياه يدوبك كده يضحك ويسلم علي كده في الشغل أو يصاحبني وأخذ الواتساب حقه وزي كده، بعد سنة والله العظيم بعد سنة بعده يفكوا شوي الخط معايا. ليس ثيوري، هنا في المانيا ما يعلموا ثيوري. في مره اول ما بدات جيت سالت البروفيسور عن حاجه ثيوري، جاوبني، سالته ثاني مره طالع فيه قال لي اسمع انت قاعد تسالني في حاجات موجوده في الكتب، هذا الشيء تقدر تروح انت تقراه وتفهمه بنفسك، انا بعلمك هنا كيف تشتغل، انا اعلمك الحاجات اللي موجود ما هي موجوده في الكتب، فلا تقعد تسالني في حاجات انت تقدر تعرف تقراها يعني بنفسك وتفهمها بنفسك. اوكي انا شفت منه معاه حق، لكن يعني صراحه موضوع الثيوري هنا مهضوم نوعا ما في المانيا، لانه مثلا في امريكا الشباب اللي هناك اصحابي بياخذوا اورثوبيديك بيقولوا لي عندنا يوم واحد في الاسبوع محاضرات ثيوري وزي كذا، ما يعني ما يشتغلوا ما يعملوا مناوبات ما يعملوا ولا شيء. هنا في المانيا ما في الكلام هذا، يعتمد على المستشفى. يعني مثلا في مستشفيات بتعمل الشهاده، اغلب المستشفيات ما بتعملها. احنا عندنا مثلا في اولجا هوسبيتال كل اسبوع بدايه الاسبوع يطلع واحد من الريزيدنت او الانتين او الاخصائيين او الاستشاريين حتى كمان يقدم محاضره، يا انه حاله انترستد يقدمها او انه اي موضوع انترستد في للقسم نفسه يقدمه اساس يستفيدوا القسم ويتعلموا منه. وبعد كده عندنا يوم ثاني بنناقش البوليسي والبروسيجر حقت الكواليتي حقت القسم نفسه ونطور فيها ونضبط فيها. فهذا ممكن يحسب كثيوري لكن ما هو قوي زي ما فيكون في كندا وامريكا صراحه. يعني الستريس والبيرن اوت في المانيا مره كثير، الستريس والبيرن اوت لانه اللود مره كبير، ويعني اللي جايبهم ورا زي ما قلت لكم البيروقراطيه عندهم شغل ورق مره مهم. اوكي يبغوك تنجز تسوي تشوف المريض زي كذا كواليتي، لكن مهم جدا انك تخلص شغل ورق في نفس الوقت، خلص دوامك 8 ساعات، لو تقعد ساعتين بعد الدوام مو شغله، اساس تخلص له شغل ورق والحاجات هذه. فهذا الشيء صراحه سبب ستريس بيرن اوت. يعني عندنا حاليا في القسم 4 نفار استقالوا مشوا ما هم قادرين يكملوا، ألمان، فقالوا ما هي جايبة هم، أنا ماشي بشوف لي مكان تاني أريح. فأنت لازم تحط في بالك الشهادة، مستشفى كل ما كانت تيرشري كل ما كانت كبيرة، مستشفى جامعية مش عارف فيها حيكون فيها لود مرة كبير، حيكون فيها شغل مرة كتير. مستشفيات الطرفية حيكون فيها اللود أقل، اللود يعني أخف نوعا ما، لكن أنت كطبيب أجنبي بالعكس حتشتغل فيها أكثر. ليش؟ لأنه ما عندهم كادر هناك، حيضطروا يعلموك يعتمدوا عليك، وحتضطر تشتغل أكثر، أو يعني يكون بالعكس في صالحك تشتغل أكثر زي كذا. لكن انتبه من ناحية الستريس والبيرن أوت. More work less salary، طبعا الرواتب في ألمانيا تعتبر يعني مقارنة بالسعودية مرة قليلة، يعني ما بقول لكم تقريبا أقل من النص إحنا بناخذ هنا راتب الريزيدنت اللي بياخذه في السعودية. فإذا أنت طالع بعثة وتفكر إنه والله فلوس مش عارف إيه وأجمع هذا، أنسى الموضوع، يا دوبك الواحد يعيش يصد الإيجار ويلاقي قوته يومه على قولهم وخلاص يقول الحمد لله. أما موضوع الفخفخة ومش عارف إيه وشري سيارة مرسيدس ما أدري، ترى مو كل الناس بيسوي زي كده. ف
فلازم تحط الشيء هذا في بالك. طبعا بعد كده البروجرام حقك يعتمد على التريننج سنتر، لو كان السنتر قوي حيكون التريننج حقك مره قوي، لو كان السنتر نايم مو شغال في مستشفى طرفي بعيد مش عارف ايه، فبرضه حيأثر الشيء هذا على التريننج بروجرام حقك. وبعد كده يعتمد برضه على الكونتراكت. عندنا في المانيا كل الاطباء شغالين بعقود عمل مع المستشفى نفسه، يعني بيور بيزنس. انت سويت شيء حاجه غلط، بروفيسور زعل منك، التيم ما هو طايقك، مش عارف ايه، صارت اي مشكله في القسم، ترى ممكن فجاه يقولوا لك غلغينا عقدك، خلاص يروح شوف لك محل ثاني. فهنا وقتها انت حيوقف التريننج بروجرام حقك، ممكن تتاثر مره كثير، والشيء هذا صراحه انا اشوفه ديسادفانتجنا في المانيا. بعد كده بالنسبه للكواليتي حق البروجرام والفيوتشر بروسبكت للبروجرام نفسه، طبعا احنا كاطباء سعوديين يهمنا جدا ايش تصنيف البورد الالماني في السعوديه. طبعا كان في مشاكل في التصنيف، كان في مجموعه الف نزل مجموعه باء، رجعوا مجموعه الف، لكن بيسوي التعامل حق مجموعه باء، لكن رسميا الى الان كل شيء يعني خريجين الماني بيعاملوا معامله المجموعه الف اللي هي فيها امريكا وكندا وفرنسا وكل الدول مجموعه الدول شو اسمه الجروب حق الف، اللي هو يصنف بعد 3 أو 5 سنوات ماني متاكد صراحه كاستشاري، لكن ارجع الموقع الهيئه اتواصلوا معهم هم حيفيدوكم اكثر من كده. بالنسبه لشهاده البورد الالماني في دول الاتحاد الاوروبي معترفه سيرتيفايد حتى في امريكا، بدلاله انه في اطباء كثير المان بيخلص من هنا زماله المانيه وبيروح المانيا امريكا بيكمل سب سبيشاليتي او بيروح يشتغل حتى كمان بيعيش هناك لانه راتب افضل مره كثير اذا لقى فرصه. وبعد كده في كل دول العالم يعني معروف البورد الالماني، انت لو رحت لاي دوله قلت لهم انا عندي بورد الماني حيقول لك تعال ويلكم، تعال انا اشغلك، ايش الراتب اللي تبغاه انا اشغلك. فيعني كالمدى البعيد انا بالعكس اشوف البورد الالماني قوي جدا ممتاز جدا وتقدر تشغله في اي مكان في العالم. هذا احدى القصور في ارياف مدينه هايدلبرغ في جنوب المانيا. انا احب الريف اساس كده حطيت الصوره هذه. ف صراحه يعني القصور هذه موجوده الى الان، تقدر الناس اللي حابه المانيا وزي كده تقدر تزورها تخشها جوه تشوف كيف الناس كانوا عايشين مش عارف ايه، يعني اغلبهم تكون يعني يكونوا ملوك زمان، يعني زمان كانت الولايات كل ولاية لها عائلة حاكمة لها يكون بيتهم زي كده، فتقدروا تخشوا فيها وتتفرجوا عليها. آخر شيء معلي سامحوني طولت عليكم، حاول أعجل باقي لنا شوية لل personal experience. النقاط هذه هي حتكلم عنها. أول شيء بشكل عام in general إيش انطباعي أنا؟ طبعا أنا أشوف إنه كانت صعبة في البداية جدا جدا صعبة، لكن فعليا لما اجي اجلس الحين وافكر بالحاجات اللي صارت قبل كده I'm enjoying والله الحمد لله. لو قالوا لي ارجع ثاني مره اقدم على المانيا حقدم على المانيا ثاني مره، لانه فعلا كل حاجه تصير اي مشكله كانت تصير لي هنا كنت دائما اقول انا ما خلاص انا حوقف انا ما حكمل انا خلاص هذه هي، الاقي نفسي بمشي كيف ما ادري سبحان الله. لكن فعليا الشيء هذا يعني طور فيه حاجات مرة كثير، صلح شخصيتي مرة كثير، غير قناعاتي مرة كثير، خلاني الأحسن. ف you gonna enjoy it صراحة. أنت هتيجي في بلد تعتمد فيه على نفسك في كل حاجة، فأنت بس ما هترجع بميديسن، هترجع بحاجات مرة كثير more than medicine. طبعا الشيء هذا كاتبه آخر شيء you will gain not only medicine but more than that، اللي هو مفهوم الكواليتي حق الألمان، مفهوم مثلا إن اللي يقول لك الماكينة الألمانية شغالة زي الماكينة الألمانية، فعليا الألمان شغل زي المكاينتر ما يوقف كل يوم نفس الروتين ما عنده اي مشكلة. فانت لا اراديا حتكسب الشيء هذا منه، حتاخده حترجع معك. Every single day 10 euros is a challenge. مثلا اذا انت متزوج وعندك اطفال، انك تجي باطفالك هنا الألمانية ترى مشكلة، مو يعني مشكلة انه لا تجيبهم لا، بس صعب صعب، لانه عشان تلاقي محل في الكندر جارتن، عشان تسجل في المدرسه، عشان تسوي الحاجات هذه كلها، ترى مره متعب الموضوع وياخذ وقت ومجهود مره كثير. فاي شخص جاي مع زوجته واطفاله لازم يحط في باله انه صعب الاثنين يدرسوا في نفس الوقت، لازم واحد فيهم يوقف. اساس كده انا في البدايه لما جيت كانت زوجتي مبتعثه، قلت لها انت كملي انا استنى لين انت تخلصي بعد كده انا اكمل،
لانه لازم واحد يقعد مع الاولاد في النهايه في البيت. زي ما قلت لكم ستيل الحمد لله انجوينج ذا تريب، ان شاء الله السنه الجايه اخر سنه بعد كده حكون معاكم في البلد. You get what you expect and more. طبعا زي ما قلت لكم تيجي يعني خلينا نتكلم عن نفسي. جيت المانيا كنت متوقع اني اورثوبيديك حكمل وبعد كده حتعلم شويه فراكشر، حتعلم الكنيت الني تيب والهيب تيب وخلاص. لقيت نفسي لا كبر الموضوع، في شيء اسمه بيدياتريك روماتولوجي، في شيء اسمه اورثوبيديك نيورولوجي، في حاجات ما كنت اتوقع انها موجوده. يعني صراحة بحر مرة كبير صعب تلمه كله، فحتيجي أنت تحتار فعلياً إيش ممكن تكمل بعد كده سب سبيشالتي. If you did it, it's like win-win situation. طبعاً أي خطوة تخطوها هنا في ألمانيا أي حاجة تسويها it's gonna be win-win situation. إيش قصدي بي win-win situation؟ أنت كسبان في كل الحالات. إنك تيجي ألمانيا وتقدر تستقر وتعيش وسط الألمان هنا، هذا لحاله يعني إنجاز، لأنه أنت جيت عشت في منتاليتي مختلف في كلتشر مختلف وقدرت تتأقلم معه. بعد كده إذا أنت تعلمت لغة ألمانية هذا برضو إنجاز، أنت خلاص تقدر تتواصل معهم، تقدر عارف لغتهم، عارف قوانينهم، عارف كل شيء، وتقدر حتى في مجالك أنت يعني مو بشرط تكون طبيب، سواء كنت مهندس أو كمبيوتر أو whatever، تقدر تستفيد من الريسورسز المكتوبة باللغة الألمانية. بعد كده إنك تعدي الاختبار حق الابروباسيون هذا، انك خلاص تقدر تشتغل في كل الاتحاد الاوروبي كطبيب، هذا برضه win-win situation. وانك تاخذ الفخ ارتس الشهاده حقت البورد الالماني، معناته انك تقدر تشتغل في كل يعني اغلب دول العالم بالبورد الالماني وانت مرفوع الراس. بعد كده كيف نقيت انا الريزيدنسي بروجرام او التخصص هذا اللي ابغاه؟ طبعا حاول تحط الإجابة على أساس إنه تكون جنرال بشكل عام تفيد الطلاب، وحكينا الامتياز اللي لسه حايصين. ناس كتير بيكلموني على السوشيال ميديا بيقولوا لي دكتور أنا ماني عارف، أنا حايص، أنا جربت، أنا ماني داري، أنا حقعد كده ماني عارف إيش أسوي. فبشكل عام عندك أربع نقاط تمشي عليها. أول شيء ترايت، جرب التخصص اللي أنت حاب تكمل فيه، سواء فترة الانترنشيب أو خد إلكتف، أو عندك مثلا أي إجازة في الصيف أي وقت فاضي كده أسبوع أسبوعين ثلاثة، مو لازم تأخذ بالشهور، روح قل له بشتغل عندكم شوية إلكتف، خلوني أمشي معاكم وشوف كيف، حاول تعيش الجو، شوف أنت نفسك بعد 10 سنين 5 سنين في التخصص هذا ينفع لك ولا ما ينفع لك. ديك ساعة تقدر تقرر هل هذا التخصص لك ولا مو لك. إذا ما جربت ومنك عارف لازم وقتها يعني تعرف نفسك، knowing yourself، هذه النقطة الثانية. شوف الway of thinking، هذا ممكن يساعدك إنك تختار التخصص. مثلاً أنا شخص أحب أشتغل بالأرقام، قياسات وزوايا ومش عارف إيه وزي كده وأشكال وهندسة فراغية، خشيت أورثوبيديك لقيت الموضوع ماشي معايا، كل شغل أنا قياسات وزوايا، الأشياء عادي اللي تشوفوها لما نيجي نحطها على البرنامج حقنا كله قياسات زاوية ومش عارف إيه وميكولوج لاين والحاجات هذه كلها. أو إذا كان عندك تالنت مثلاً، عندك الفاين سكيلز تشتغل أنت بيدك بالحاجات صغيرة، فأنت خلاص بلايند روح باسكولار سيرجري ولا نيورو سيرجري أو بثرمولوجي، هم يحتاجوا الحاجات هذه هناك، وأنت هتروح هتبدع هناك. بعد كده عندك إيش الرغبات شو اسمه اللي أنت تبغاه، إيش نفسك أنت تكون، أو الدريمز الجولز حقتك أنت إيش تبغى تصير بعد كده. هذا ممكن يكون موتيفيشن لك، في ناس من هو صغير شاف شخص وحاب يكون زيه يقول والله أنا بصير دكتور أسنان، أنا بصير جراح مخ وأعصاب، أنا بصير طبيب طوارئ مثلا، فهذا حيساعدك أنك تنقي التخصص اللي أنت حتكمل فيه. لانه الواحد بدون موتيفيشن ترى ما حيقدر يكمل، لازم يكون عندك موتيفيشن قوي، مو اي موتيفيشن اي كلام ابو كلب، قوي على اساس تقدر تكمل في التخصص هذا. النقطه الثالثه ask the others، اي احد خش التخصص استفيد منه، اساله قل له كيف ما كيف، ايش الاشياء الكويسه الاشياء المو كويسه. طبعا لا تسال الناس الجدد، اي واحد دوبه اول سنه سنتين بادئ في البروجرام لا تساله، هذا لسه هذا زيك زيه ترى ما فرقت عن يعني ما فرق عنك مره كثير، فهذا ما حيفيدك مرة كثير. شوف الناس اللي على نهاية البورد أو خلصوا البورد أو الناس اللي لهم فترة شغالين في التخصص، هذولا حيفيدوك مرة كثير. ولما تسأل أسأل عن السلبيات قبل الإيجابيات، ليش؟ لأنه أنت إذا قدرت يعني تتأقلم مع السلبيات وقتها خلاص حتقدر تعيش تكمل في التخصص هذا. الإيجابيات مهما كانت كويسة في التخصص ترى مع الوقت هتتعود عليها، حتصير مرة عادية وحيفضل لك كده زي الخازوق قدامك السلبيات هذه منكدة عيشتك طول عمرك إلين خلاص تخلص وتتقاعد. إذا
في النهاية مرة إذا منك عارف يعني جربت وحاولت تعرف نفسك وسألت الناس التانيين وبرضو أنت حايس منك عارف كيف تختار التخصص حقك، أنا إيش أسوي، أنا فين أروح، مش عارف إيه، شوف السوق إيش يحتاج، شوف إيش في شيء جديد، شوف إيش المستقبل في أي تخصص مثلا. يعني مثلا دحين اللي طالع الروبوتك سيرجري الدافينشي والحاجات هذه كلها، أنت خلاص لو يعني منك عارف خلاص جو هيد في الحاجة هذه جنرال سيرجري وسوي روبوتك سيرجري، ترى بالذات إذا كنت حريف بلاي ستيشن هتمشي 100% والله زي البلاي ستيشن، يعني حرفيا زي البلاي ستيشن. او مثلا شوف ايش في يعني شيء ناقص في البلد، مثلا حاجات ميديكال ليجل اللي يحتاجه طبيب يكون مثلا محامي في نفس الوقت، كمل في الحاجه هذه، يحتاجه طبيب يكون اداري، كمل في الشيء هذا، يحتاجه كواليتي، كمل في الحاجه هذه. فعارف انت شوف ايش الديماند فين، ايش الاحتياج فين موجود في اي تخصص، روح وجو اهيد. بعد كده مده البروجرام في المانيا، طبعا البروجرام نفسه بشكل عام من 5 إلى 6 سنوات يختلف على حسب التخصص، تقدر تلاقوا كل المعلومات في مواقع شو اسمه مكتب الاطباء يسموه الايرتسا كامر باللغه الالمانيه، كاتب لكم هو هنا. طبعا اذا خشيت الموقع هتلاقوه يمكن باللغه الالمانيه، فتقدر ترجم الصفحه زي ما قلت لكم في جوجل، لكن في شويه كلمات ممكن تساعدكم اللي هي فايتا بيلدونج او الفخ ارس بيلدونج اللي هي معناها التريننج بروجرام حق الاطباء هنا. لكن قبل ال5-6 سنوات هذه عندكم سنة واحدة تخلصوا فيها اللغة الألمانية العامة، طبعا لازم سنة على الأقل أساس تقدر تكون متمكن اللغة، تقدر تفهم على الناس وتقدر يعني تقدر تقول إنك خلاص أنا تعلمت ألماني وقتها. ممكن تخلص قبلها بس ما حيكون مستواك يعني المطلوب، لكن أنا أشوف إنه سنة معدل يعني ممتاز أو مناسب للجميع. بعد كده عندك 6 شهور تخلص الفاخش براخة، ممكن أكثر ممكن أقل. بعد كده الابروباتسيون والابروبيشن اكزام 6 شهور برضو، هذا بسبب الكورسات، يعني الكورس حقه 3-4 شهور. بعد كده المواعيد الصراحه صعبه وبعيده نوعا ما، فده لازم تحط في بالك الشيء هذا. فانت عندك اتليست 2 إلى 2.5 سنين ممكن قبل البورد تقدر يعني لازم تخلص فيها الحاجات هذه، بعد كده تبدا البورد. ايش الحاجات اللي كنت يعني اتمنى اعرفها او احد يقول لي عليها قبل ما اطلع المانيا او قبل ما ابدا البروجرام؟ أول شيء بالنسبة لألمانيا، لا ما حد قال لي لازم أتعلم ألماني، جيت هنا يعني كانت صعبة صراحة إنه أبدأ في بلد ما عندنا أي خلفية عنه، ما نعرف لغتهم، هم كمان ما يهرجوا إنجليزي زي الأوادم، وصراحة كان اللانجوج بارير عائق مرة كبير وسبب لي مشاكل مرة كتير. لكن أي شخص حاب يجي ألمانيا أنا أنصحه يتعلم ألماني، لأنه أول شيء حتقدر تدبر أمورك نفسك بنفسك هنا، والشيء الثاني حتختصر وقت مره كثير، ما تحتاج تبدا من البدايه وتتعلم لغه المانيه ومش عارف ايه، حتبدا على طول من مستوى ادفانس نوعا ما وتقدر تخلص بدري وتكسب الوقت. الشيء الثاني كان نفسي احد يديني اورينتيشن عن اللايف ستايل، يعني صراحه كان قبل كده البعثات نظام البعثات لما تيجي تطلع بعثه على امريكا على واتيفر يودوك، احنا في منطقه مكه كانوا يودونا في الهيلتون في جده، تحضر هناك يجيب واحد يتكلم عن البعثه ومش عارف ايه وزي كده، يقول لك يعني ايش الاشياء اللي تسويها وزي كذا، كيف التقديم وهذا. لكن صراحه ما قد احد قال لنا عن نظام مثلا الايجارات، عن اللايف سيستم حقهم، عن اللايف ستايل، عن القوانين حقتهم. يعني صراحه اللي كانوا يطلعوا يجونا، انا افتكر واحد طلع قاعد يقول لي صلي صلي ولا تنسى الصلاه، طب هذا كلام جدد تقدر تقول له هو اخي انت اديني كلام مفيد. فانا كان نفسي صراحه احد يعلمني عن اللايف سيستم عندهم في البلد هناك، مو بس لألمانيا، لأي بلد تحب تروحه. بعد كده استفسر كيف الناس عايشة هناك، كيف الإيجارات مثلا، كيف العقود، مش عارف الحاجات هذه كلها، هذه حتفيدك مرة كتير تكون oriented وحزاز تيجي ما تنصدم، ما كده إيش تكون شوك بالنسبة لك وتقعد وقتها عاد تبى تبكي ومنك عارف تبكي. لين from the others، سواء كانت negative أو positive experience، كانت التجربة حقتهم سيئة أو إيجابية، أتعلم منها، خذ اللي يفيدك واترك الباقي، هذا شيء حيفيدك مرة كثير لما تروح أي بلد. بعد كده بالنسبة للميديكال سبيشاليتي، أنا صراحة مقتنع جدا بالتخصص اللي أنا أخذته، أنا أحبه أصلا من أيام ما كنت شغال في الطوارئ، كنت شغال أوكي طوارئ أشوف حالات ميديكال، لكن كنت ميل لغطي التروما الحالي، فأورثوبيديك تروما يعني it's my dream I'm gonna do it إن شاء الله بإذن الله ومني ندمان عليه. الشيء اللي لازم تحطه في بالك إنه تشوف نفسك بالتخصص بعد 15-20 سنة، هل ينفع ولا ما ينفع، لأنه في ناس يهمهم اللايف ستايل حقهم، السوشيال مثلا كونتاكت،
روح عزايم مش عارف ايه، اخرج مع اصحاب وزي كذا. لكن اذا انت يعني مثلا تبي تصير جراح لازم تنسى الشيء هذا خلاص. الجراح كل ما يكبر يكبر شغله معه، ف يعني لازم تفكر من على يعني مدى بعيد شويه اساس تعرف تقرر هل هذا التخصص ينفع لك ولا ما ينفع لك. ايش الاشياء اللي ساعدتني يعني او يعني تساعدك بشكل عام قبل ما تيجي المانيا؟ زي ما قلت لكم تعلم الماني، يكون عندك اصحاب هنا، هذا الشيء حينفعك مره كثير. يعني هم خلاص خاضوا التجربه قبل كده، يقوموا يساعدوك، يقولوا لك لا سوي كده، انتبه لا تسوي كده، سوي الحاجه الفلانيه، انتبه هذا قدم له من بدري، هذا ارفع اوراقك فيه من بدري. هذا الشيء حينفعك مره كثير. بعد كده الوركينج اكسبيرينس، طبعا بالنسبه للاطباء لما تيجي تبدأ في المستشفى يعني لا حد يكذب عليك ويقول لك والله أنا بدأت كنت بلبل اللغة وفاهم عليهم كل شيء، ترى يقول لك زي كده خراط كذاب، من دحين نقول له كذاب. لما تبدأ ترى شفت البنغالي عندنا في السعودية كيف، ترى أنت حتكون البنغالي هنا في ألمانيا. يعني مو احتقارا للجنس البنغالي، لكن فعليا أنت منك فاهم ولا شيء، أنت منك داري إيش بيقولوا، أنت يعني يدوبك فهمت نص الجملة ونص الثانية منك داري إيش بيقولوا. فلو كان عندك شوية إكسبيرينس حتفهم وقتها، حيقول لك مثلا سوي لي سي تي لمريضه فلانيه ويمشي يسيبك الاستشاري. طب سي تي فين؟ راسها، رجولها، اصبعها الصغير، يمين يسار، ما انك عارف. وانت تروح تشوف المريض تلاقي انه عنده مثلا انوريزم في الاورتا وتبغى خلاص تسوي السي تي مع كونتراست ميتل لمنطقه الثوركس والابدومين مثلا عشان تشوف الانوريزم اللي عنده فين. فهذا حيساعدك مره كثير الاكسبيرينس اللي عندك، مثلا انك تعرف خلاص تشتغل في العمليات معاهم، انك تعرف كيف تتصرف وقت الطوارئ الاي بي سي تسويها خلاص. هذه الاي بي سي خلاص انترناشونال في كل مكان في العالم، فهذا الشيء حيساعدك مره كثير. ويعني مو بس حيساعدك انه انت يعني تمشي شغل، حيساعدك انه تبني علاقات معاهم، هم يشوفوك كويس حيبدوا خلاص يعتمدوا عليك اكثر ويدوك شغل اكثر. بعد كده السوشيال كاركتر، الناس اللي خجوله، الناس اللي تستحي، الناس اللي يقول لك لا والله انا هادي انا طبعي ما ادري، ترى من دحين اقول لك ما حتاكل عيش معهم، المان وحوش هنا ياكلوا بعض. فانت لازم تكون شويه حرك نفسك، لحق نفسك معهم، لازم تكون سوشيال معهم شويتين. اوكي هم حيعملوا الديستنس حقهم هذا، لكن انت حاول قد ما تقدر خليك فريندلي معهم، لانه في النهايه صعبة تشتغل في مكان لمدة 6 سنوات أو 5 سنوات بدون ما يكون في friendly connection مع التانين، صعب جدا. فلازم يكون في friendly connection أساس تقدر تعيش وتكمل البروغرام حقك. آخر نقطة اللي هي أو آخر سلايد خلاص، معلش سامحوني طولت عليكم، أخذ زيادة من الوقت. التيبس هذه يعني النقاط، أنا صراحة أقول لأي أحد بيكلمني في السوشيال ميديا عن ألمانيا، ألمانيا أو جيرماني is a different country. طبعاً النظام التقديم والنظام الصحي وكل شيء مختلف، فأنت لا تحاول تطبق الأشياء اللي في بالك على ألمانيا، أنت حاول تفهم ألمانيا الحالة كيف يقدموا لها، إيش الطلبات حقتهم، إيش مش عارف، لا تحاول تربطها بالدول الثانية. زي ما قلت لكم قبل كده أتعلم ألماني قبل ما تيجي، راح يفيدك مرة كثير. بعد كده النقطة الثانية، any training or elective rotation in Germany without language will be useless. طبعا في ناس يقولوا لي والله أنا بجي أسوي elective قبل حق الامتياز حقي في ألمانيا، والله أنا medical student سنة 5 أبغى أجي أسوي rotation مش عارفين لمدة أسبوعين، ترى حتيجي أنت ما عندك ألماني ما حتستفيد ولا شيء، ما حتستفيد ولا حاجة، بالعكس ممكن يكون شيء مو في صالحك، إنه يأخذ bad impression إنه آدمي هذا يعني نفسية وقاعد ما بهرج، وممكن بعد كده يقول لك لا احنا ما حنقبلك. ف تبي تيجي المانيا تبي تاخذ الليكتيف تبي تتعلم لازم يكون عندك لغه المانيه. طبعا زي ما انتم شايفين مركز على موضوع اللغه مره كثير لانه مره مهم. The better your language the better your training and career، كل ما كانت لغتك افضل كل ما كان التريننج حقك افضل وما كان الكارير حقك الاوتكم فيه افضل. هذا كل شيء ان شاء الله نكون يعني افدناكم واعطيناكم يعني اللي انتم تنتظروه او متوقعينه. ايوه يعطيك العافيه دكتور. في كم من سؤال، ترى في اكثر من سؤال بالشات راح اقرا لك. اي اي شايف 9 محطوطه. ايوه في سؤال تسال عن هل تنصح اذا تكمل فيلو بالانترنال ميديسن بالمانيا ولا المانيا تعتبر ما هي قويه بالتخصص هذا؟ التخصصات الطبية في المانيا كلها قوية صراحة بشكل عام، تعتمد زي ما قلت لكم على السنتر وعلى شو اسمه البروجرام نفسه في نفس هذا. لكن بالنسبة للفيلو
انت لما تيجي فيلو هنا في المانيا حتسوي نفس الطلبات حقت اللي جاي لزماله، حتدرسي الماني، حتدرسي الماني عام اللغه الالمانيه الطبيه، وبعد كده تسوي الاختبار حق الابروباتسيون هذا، وبعد كده تبداي. ف يعني انا اشوف صراحه الناس اللي ما هم دارسين في المانيا قبل كده وما عندهم لغه المانيه، اذا عنده وقت يتعلم تعال جوهد مو مشكله، لكن اذا انت ما عندك وقت ما 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 يحوي صراحة، روح شوف لك بلد تتكلم لغة الإنجليزية يكون أسرع لك وأفضل لك. لكن في صراحة يعني ناس مرة كثير من ضمنهم دكتورة خلود الثبيتي حاليا في المنطقة الشرقية، جات ألمانيا، هي سعودي بورد وجات ألمانيا، أتعلمت معنا لغة ألمانية عامة ولغة ألمانية طبية، ودخلت الكورس حق الأبروباتيون، كانت معاي في الكورس، بعد كده كملت البيدياتريك آي سي يو ونيوناتال آي سي يو هنا في ألمانيا، ورجعت ما شاء الله تبارك الله استشارية قد الدنيا، دحين شغالة في السعودية. ما يخالف ما يمنع، لكن زي ما قلت لكم التايم، إذا أنت عندك وقت وما عندك مشكلة go ahead. تمام. ملك تسأل what keeps you going despite the more challenging lifestyle orthopedic surgery offers even after residency. دقيقة عيد السؤال هذا harder lifestyle. طيب lifestyle أول شيء lifestyle حقك حيكون كله في المستشفى فعليا، لأنه السناب حقي أنا حاطه في النهاية تقدروا تضيفوني، بصور فيه كل يوم صراحة، لأنه بحاول أوري الناس الميديكال سنت كيف حياتنا إحنا الأطباء وكيف بنسوي إيش الحالات اللي بنشوفها، بعمل ديسكشن أحيانا لحالات معينة. ففعليا أحيانا تجيني أسبوعين أو ثلاثة أسابيع ترى ما بشوف زوجتي وأولادي تماما، مع أننا عايشين في نفس البيت. أنا بصحى من 5 فجر، 5:30 بالكثير بكون خارج، لأنه ساكن بعيد أنا عن السنتر حق المدينة والمستشفى في السنتر، أنا تقريبا مساكن جنب المطار، أشوف الطيارات تطلع وتنزل من البلكون، فلازم أحرك بدري عشان أوصل المستشفى هناك ما أتأخر على الدوام، وأخلص متأخر الساعة 6-7، أرجع البيت الأولاد نايمين، أنا خرجت هم نايمين ورجعت هم نايمين، فهذا في الدوام العادي. فإذا عندي منوب أنا بقعد 24 ساعة في المستشفى وبشوفهم. فاللايف ستايل يعني أو السوشيال لايف حيكون صفر خارج المستشفى، لكن حيكون كله داخل المستشفى. حتكون صداقات مرة كثير مع الستاف، سواء دكاترة، تمريض، فنيين، وتيبر، يكون هم عندهم اكتيفيتي خاصة بيهم، هم عارفين الجداول حقتنا وعارفين السرس اللي احنا عايشين فيه. فتلاقيه مثلا هنا في المانيا عندهم اعياد مرة كثير، يسووا شايفين موسم جدة هنا بيسووا زيه كثير، فزي كده كل ما صارت اكتيفيتي يلا سووا خصم للستاف، يروحوا مع بعض وتفلوه هناك وتنبسطوا. الدافع اللي خليك تستمر في هذا التخصص رغم انه يعني مرة صعب و very challenging، حتى يعني even the social life زي ما تقول ما تقدر تشوف زوجتك ولا عيالك، فإيش الدافع أو الشيء اللي يحركك؟ الدافع إنه أنا أحب التخصص هذا أول شيء، أنا أبغاه من زمان، أنا شغلت تروما في السعودية 5 سنين أو 6 سنين، وجيت هنا لقيت الإكستنجن حق التروما اللي أنا دوله صراحة، فهذا الشيء الأول. شيء الثاني يعني الحمد لله فضل من ربنا إنه زوجتي متفهمة ومقدر الشيء هذا، هي بتعملي سبورت. أنا بتجينا يعني أيام فعليا لما أقعد 3 أسابيع ما بشوف الأولاد برجع بحضنهم كأني جاي من سفر، وأقول لي مرتي أنا خلاص ما حكمل ما حقدر أكمل، هي تقعد تقول لي لا معلش كمل، إحنا جينا ألمانيا باقي شوية، باقي سنتين، باقي سنة، باقي مش عارف إيه زي كده. فالأهل والله الصحاب يعني هم صراحة بذاتنا في ألمانيا في الغربة، الواحد لما يتصاحب له مع ناس كويسين يعطوا له موتيفيشن، هم اللي بيدفوك كل يوم. احنا الشباب هنا في شتوتغارت، في مدينة شتوتغارت ايش بنسوي؟ تقريبا كل اسبوع بنتجمع مرة واحدة مرة واحدة في الاسبوع نتقابل، نجلس في اي كافيه في اي محل، والله احنا ما نتكلم بس نقعد كده نغير جو مع بعض اساس نفك الاسترس اللي احنا عايشين فيه، بعد كده نقدر نشجع بعض. ها ابوي ايش سويت انت؟ كم باقي لك؟ انت خلصت؟ سويت واحد يهج والله سويت العملية الفلانية، والله حطيت شولتر تيب، والله حطيت مش عارف ايه زي كده. ف زي ما قلت لك الموتيفيشن يجي من الشخص نفسه أول شيء، إنه هو يبغى الشيء هذا يسويه. ثاني شيء الفاميلي والفريندز هم اللي يقدروا يدعموك ويخلوك تستمر في الشيء هذا. صحيح، سبورت اللي يجي من العائلة ومن الأصدقاء جدا مهم عشان الواحد ما فجأة ينفجر. في أحد بيسأل هل أول شيء أدور قبول بعدين أتعلم ألماني، ولا أتعلم ألماني بعدين أدور قبول؟ ممكن كده وممكن كده، ما يمانع. يعني مثلا اذا انت اغلب الشباب بقول لهم اذا انت اول ما تبدا فتره الانترنشيب
تبدأ تتعلم ألماني ما يخالف، أو ممكن مثلا أنت سنة خامسة رابعة طب وأنت عارف أنك تبي تتكلم تكمل في ألمانيا خلاص، يعني حاط الجول تبعتك وكل شيء، فأبدأ خلاص في الصيف تخلص خذ لك تريننج مثلا ميديكال تريننج، وخذ جنبه دورة ألماني. طبعا في دحين معهد جوتا في الرياض بيعطي دورات لغة ألمانية، في جدة القنصلية والسفارة بيوفروا كورسات ألمانية، وفي ناس برايفت بيعطوا برضو دروس برايفت، لكن إذا أنت صعب تخرج وتروح وتيجي ممكن أونلاين أكتب جيرمان لانجوج كورس بيطلع لك مرة كتير انترناشنال، بتسجل عندهم وتحضر الكورس أونلاين يعني وأنت في بيتك، حتى وأنت في السيارة رايح مشوار ومش عارف إيه بالجوال، فتقدر تتعلم ألماني من بدري أساس إنه يعني تقدر تخلص أمورك بعد كده. القبول زي ما قلت لكم يأخذ وقت، فإذا أنت عارف إنك جاي ألمانيا أنا أشوف أفضل وقت تدور فيه على القبول أول ما تبدأ الامتياز، بحيث انه خلاص لو انت خلاص فتره الامتياز يكون عندك القبول جاهز، تقدر القبول هذا مثلا اول ما تنقبل في وزاره الصحه في مثلا كليه الطب معك معيد او في مدينه طبيه اي مكان، تقول لهم جماعه الخير انا جاهز، انا عندي يعني متعلم لغه المانيه وعندي قبول في المانيا وباكم تبتعثوني لالمانيا، فهذا شيء حوريهم بالفعل انه انت موتيفيتد وعندك يعني انترست في على المانيا للتخصص الفلاني، وحيرسلوك على طول ان شاء الله. نوف تسأل إيش مستقبل اللي هو الوظائف للناس اللي متخرجين من ألمانيا في السعودية؟ والله ما شاء الله تبارك الله أغلب الشباب بدوا يرجعوا يعني ماسكين مناصب كبيرة في البلد، يعني عندكم مثلا دكتور سامي الحارثي أول واحد من دفعتنا جاء ألمانيا تخصص عيون ورجع ما شاء الله تبارك استشاري، كان كبير الاستشاريين شغالين في ألمانيا، أنا كان هو بيدرب الألمان نفسهم، فرجع السعودية ودحين ما شاء الله يعني ماسك منصب مرة كبير في مدينة الملك عبدالله الطبية في مكة. عندكم دكتور هاني العبدلي برضو رجع وماسك برضو منصب كبير في الهيئة السعودية للصحة الصحية. عندكم في واحد والله الرماح لقبه بس ناسي اسمه الأول، هذا الولد ما شاء الله خلص وشغال كملحق ثقافي في مو في ألمانيا في دولة تانية، مو ملحق ثقافي ملحق العسكري عفوا في احدى الدول شو اسمه دول الابتعاث. ففي شباب مره كثير ما شاء الله تبارك الله يعني اثبت وجودهم في الفتره هذه انه رجعوا ومسكوا مناصب كبيره في البلد. وطبعا عندنا ما شاء الله تبارك الله يعني الجبير وصاحب السمو الامير فيصل بن فرحان، وبعد كده عندنا الوزير السابق اسامه شبكشي، هذول كلهم خريجين المانيا ترى، كلهم اطباء خريجين المانيا، يعني ما احتاج حكي أكثر من كده. مصطفى يسأل هل تخصص جراحة القلب أفضل يندرس في ألمانيا أو أفضل أماكن أخرى غير ألمانيا؟ بالنسبة للمكان ترى العلم موجود في كل مكان، هو نفسه نفس الكتاب اللي أنا بقرأه في ألمانيا نفسه بيقروه في أفريقيا في الغابة، نفسه بيقروه في جزر الواقواق. اللي يفرق معك الفاسيلتيز اللي عندك في شو اسمه في المستشفى نفسها، وبعد كده التريننج بروجرام نفسه. طبعا انت يعني ما نقدر نقول لك لا والله افضل روح ادرس في كندا او ادرس في استراليا او ادرس في اليابان مش عارف ايه زي كده، انت يعني كل واحد له ظروفه الخاصه، انت تقدر تطلع تدرس برا اطلع ادرس برا خلاص ما يمانع ما يعني ما يخالف، بالعكس اذا انت مثلا الدوله اللي انت كنت فيها ليميتد مثلا الامكانيات اللي فيها او ما عندهم التخصص هذا، بالعكس انت حترجع تفيد البلد بتخصص جديد بتقنيات جديده بابروش جديد، لكن اذا انت ظروفك ما تسمح لك خلاص ادرس في بلدك، يعني ما تحتاج تهجل نفسك وتعب نفسك فوق اللزوم، لانه صراحه الغربه والسفر قطعه من العذاب، يعني انت تعرف الكلام هذا يعني مو بالساهل، انتم تحسبوا المبتعث طالع برا وشغال ومبسوط يتمشى، لا مبتعث يعني وضعه صعب صراحه، يعني الواحد يدوب يعيش، وانا مثلا حاليا موقوف عن الصرف ماني داري ليش، لكن الحمد لله. اوكي تمام. على طار الصرفيات طيب بتسال لو تبغى تطلع المانيا على حسابها مو بعثه كم المبلغ تقريبا للعيش في السنه الواحده؟ طيب ممكن جدا في شباب كثير سووا زي كده، وهذا الشيء يعني ممكن جدا في ألمانيا تسويه، انه
تطلع فقط فترة اللغة والتجهيز اللي هي السنتين هذه تكون على حسابك، لكن أول ما تبدأ تشتغل في ألمانيا يعني أي طبيب يشتغل. زمان قبل أعتقد 2012 أو 2014 كانوا الأطباء السعوديين بيشتغلوا ببلاش في المستشفيات الألمانية، بيأخذ فقط مكافأة ابتعاث وبس. حاليا لا، إحنا بناخذ راتب من المستشفى نفسها، فالراتب حق المستشفى بيكفي، ترى الواحد بيعيش عيشة يعني طيبة الحمد لله، بيستأجر شقة طيبة ويعيش ويقدر يجمع شوية كم قرش بدون إنه حياة الفخفخة واللوكسس هذه. بالنسبة للناس اللي جايين على حسابهم، أنا ما أقدر أقول لك كم بالضبط لأنه الساندر يختلف من شخص لآخر. في ناس مثلاً مهم عنده إنه كل شهر أو مو كل شهر، كل أسبوع مثلاً يطلع في الويكند يتمشى، يروح سينما، يروح يغير جو، يتمشى ملاهي، وهذه كلها تصرفيات أنا يعني بالنسبة لي ما هي مهمة مثلاً، لكن فلان آدم مهمة. في ناس مثلاً ما يقدر يستأجر إنه يقعد مثلاً في شقة صغيرة، إنه غرفة ودورة مياه الله يكرمكم ومطبخ فقط يعيش فيها هذه طول الفترة هذه، يقول لك لا أنا لازم، أنا أوكي أنا الحالي بس أنا أبغى شقة كبيرة وغرفتين وصالة مثلاً مش عارف إيه. فهنا الإيجار حيختلف. والشيء الثاني كمان المدن تختلف من ناحية الإيجارات والمعيشة وزي كده. مثلاً عندكم ميونخ تعتبر أغلى، ميونخ وهامبورغ أغلى يعني مدن ألمانيا من ناحية المعيشة، يعني جدا جدا غالي هناك الإيجارات والمعيشة وزي كده. حتى شتوتغارت تعتبر غالية، لكن تروح المدن الصغيرة أو المدن مثلاً الطرفية تلاقي فيها مستشفيات وترينينج بروجرام كل شيء، والإيجار يكون أرخص والمعيشة تكون أقل نوعاً ما. لكن بشكل عام أنا أقدر أقول لك إنه طبعاً أنا أقول لكم يعني تقريباً، وكل واحد يحسبه عاد بكيفه. الإيجار في في مدينة عادية لشخص بياخذ غرفة صغيرة وبدورة مياه الله يكرمكم ومطبخ ممكن تكلفه ما بين 300 إلى 500 يورو. بعد كده هو حيحتاج تذكرة قطار مثلاً شهرية وشريحة جوال ومش عارف، هذه كلها ممكن يعني توصل له حقت 100 يورو مع بعض. الفواتير مثلا حقت الكهرباء والماء مش عارف ايه هذه كلها برضو قولوا 100 يورو. فشهريا اعتقد 1000 يورو ممكن تكفي الشخص يعني انه ايش يعيش هو مبسوط. طبعا الكورسات حقت اللغه، التسجيل في الاختبارات، هذه كلها حساب ثاني، هذه كلها بفلوس، ما في شيء ببلاش هنا في المانيا. فانت لازم تضرب حسابك الشهادة. الكورس حق اللغة ممكن يكلف ما بين 300 إلى 400 يورو على حسب يعني المعهد نفسه كيف النظام حقه وكيف التسعيرات اللي عنده.